قال الإمام الخطيب رحمه الله: الشرق يعدونها مروءة والغرب لا يعدونها شيئا على الإطلاق. نعم، بارك الله فيك شيخ. نعود لحديثنا عن الجن والعامر والروح والشيطان والمارد والعفريت. تمام، حفظت كويس؟ نعم. ست. طيب، ندخل بقى في الموضوع الثاني اللي هو الحديث اللي ذكر أصناف الجن الثلاثة. تمام. أصناف الجن ثلاثة من قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح الجامع، أورده الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي والحديث كما قلت في صحيح الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنف يطير في الهواء. هم ثلاث أصناف: صنف الهواء، الصنف الأولاني، صنف عشان المشاهد يحفظ معايا كده مش يسمع بس، صنف يطير في الهواء، الصنف الثاني كلاب وحيات. خلاص، كلاب وحيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكلب الأسود هو شيطان الكلاب. ولأن اللون الأسود إنما هو اللون الذي تميل إليه، إلى آخر ما ذكر. يعني أظن يا شيخنا في حديث صحيح الكلب الأسود شيطان. نعم. نعم، الحديث صحيح. الصنف الثالث طبعا من هذه، قال أهل العلم، هم الذين يضعنون ويذهبون، يعني بتلاقيهم ما بين هؤلاء وما بين هؤلاء، لذا يقول لك ده بري، ده مائي، ده هوائي، ده جني، ده مائي، إلى آخر هذه الأمور. نعم. طيب يا شيخنا، إيه الأدلة اللي بتؤكد وجود هذه الأصناف؟ الأدلة الشرعية طبعا توجد وجود هذه الأصناف في حياتنا. ممتاز. هناك أدلة كثيرة للغاية. يعني مثلا إذا نظرت بالنسبة لأدلة الكتاب فإنها كثيرة، من قوله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. خلاص، سورة الأحقاف. نعم. هذا دليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء. سورة الجن كاملة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخره. هذه فيها الدلالة الواضحة على ذلك. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير. لكن نبقى أمام إشكالية: هل نحن نتكلم عن رؤيتهم على سبيل الحقيقة أم نتكلم عن رؤيتهم على سبيل التشكيل؟ بالنسبة على سبيل الحقيقة، هاجي يا باشمهندس وسام لأمر غاية في الأهمية. على سبيل الحقيقة أنا خلصت من الدليلين الأولين، لكن في مشكلة تبقى أمامي: هل الجن يظهر لإنسان بشكل الحقيقي، أو هل يستطيع إنسان مسلم يقول أنا رأيت الجن بشكل الحقيقي؟ دي بتتقال الحين. نعم. حتى في بعض الكتب نسمع قول الأئمة. ابن عساكر رحمه الله يقول: من قال أنه رأى الجن على حقيقته أهو، فلا يعتد بشهادته، أول حاجة، ويكون عندنا إيه؟ غير مأمون في ساعته، يعني بالنسبة للمروءة والكيت لا، ما عندنا على الإطلاق. قول الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة، في هذه المسألة: من قال أنه رأى الجن حقيقة فلا يعتد بشهادته، وعندنا من الفساق. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة: من قال أنه رأى الجن أي على حقيقته فهو كذاب فاسق لا يعتد بشهادته. يعني يجي يقول أنا شفت له قرنين وعمل كيت وعمل كيت، ده كذاب فاسق مردود الشهادة. خلاص كده؟ إذن الرؤية بتاعته بتكون إزاي؟ بتكون بالتشكل. طب الجن يقدر يغير نفسه يا باشمهندس سام؟ لا، يعني الجن لما بيقول ايه، للاسف انا سمعت اشياخ كبار يقول لك ايه، الجن لما بيجي يتشكل بيقلب نفسه كيت، وان انت جيت تدخل على كيت بيقلب نفسه، يبقى انت جعلت له والعياذ بالله قدره على القلب بالنسبه للخلق. هذا خطا عقدي شديد، انا بوضحه على الشاشه، خطا عقدي شديد. لان الناس اخذته من بعض الاشياخ على مدار التلفاز في سنوات كثيره. ولكن الجني لا يستطيع أن يغير خلقه بالتشكل على الإطلاق، ما يقدرش. ما إيه اللي بيحصل؟ قال علماؤنا: ربما علمهم الله جل وعلا بعض الكلمات والضروب التي يقولونها فتتغير إيه أمورهم اللي هي الشاكلة بتاعتهم. أشكالة. خلاص. نعم. ولذلك صح عندي أثر يعني موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه قيل له الغيلان. الغيلان العرب كانت تحدث عن الشياطين، يقول لك الغيلان. الغيلان جمع غول يعني؟ نعم. ولذلك قالوا له يعني في ظهورهم كذا، فقال عمر: إنهم لا يستطيعون أن يغيروا خلقتهم، لكن منهم، شوف قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لكن منهم سحرة كسحرتكم، لكنهم سحرة كسحرتكم، تعلموا كلاما فيقولونه فيحدث بذلك، اللي هو التغيير هذا. نعم. طيب احنا نتلقى